بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مرة أخرى، معكم إبراهيم محمود مرسي في فيديو خاص بالتغلب على مشكلة الترقيم التلقائي في برنامج مايكروسوفت أكسس. معنا مثال في قاعدة بيانات. طبعا معروف كلنا إن مشكلات الترقيم التلقائي إن أنا قمت بحذف بعض السجلات، لو هنا كتبت رقم اسم جديد المفروض ان الترقيم التلقائي هنا هيحط لي، كان في 7 هيحط لي هنا رقم 8، ودي مشكلة بتقابلنا كلنا في قواعد البيانات. طبعا سيتم التعامل من خلال الفورم. انا صممت فورم بسيط خالص كده، ده اول مستخدم، ده رقم 1، التالي 2 3 4. المفروض ان انا لما اكتب هنا بيان اسم جديد كتب لي رقم 5. بالتالي لو رحت كده على الجدول هلاقي 5 سلمى واروى وهبه وهاله، ماشي. لو حذفت هاله انا كده حذفت رقم 8، ماشي. هروح للاخير هلاقي 7، هضيف سجل جديد ولتكن مريم، هنا اضاف لي رقم 8. الكود المستخدم انا هروح لوضع الديزاين، وفي فورم اختار فورم، وقبل الادراج بفور انسرت هكتب الكود البسيط خالص ده اللي هو كود بيساوي دي ماكس، يعني هات لي اعلى قيمة في حقل الكود اللي موجود في التيبل بتاعي. انا ما عنديش غير تيبل واحد اسمه تي بي ال، وضيف عليه 1، حقل الكود اللي في التيبل وضيف عليه 1. الكود ده هوت ان شاء الله اكتبه في تعليق اسفل الفيديو. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.